بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مع سلسلة السيرة النبوية الطاهرة حقيقة في دقيقة مع الحلقة الواحدة بعد المئة. الرسول صلى الله عليه وسلم في يهودي بني قريظة الذين أخلفوا الوعد فغار عليهم وانتصر عليهم وترك الحكم الذي سيطبق فيهم لسعد بن معاذ، ورضوا هم بحكم سعد بن معاذ فطبق فيهم الحكم وأقر الله عينه وشفى صدره منهم. سعد بن معاذ كان مجروحا من غزوة الخندق التي تسمى الأحزاب، انفجر جرحه رضي الله عنه فمات. فلما مات سعد بن معاذ رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. هذه مكانة الإنسان عندما يبلغ درجة الإحسان، وعندما يلتقي وتكون صحبته صحيحة وصادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف أن الصدق في الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ارتقت بسعد بن معاذ إلى درجة اهتزاز عرش الرحمن لوفاته. لما فرغ من تكفين سعد بن معاذ رضي الله عنه حمله الناس الصحابة رضي الله عليهم لقبره، وحملته معهم الملائكة. جاء في رواية للبزار بإسناد جيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لقد هبط يوم مات سعد بن معاذ 70,000 ملك إلى الأرض لم يهبطوا قبل ذلك. والسلام عليكم.